عادي وجاوب مره لقيتها تقنيات عاليه تعميق الصناعه المصريه الناس مش مفروض الناس مش مفروض عشان يبقى شيء تعلم تماما احتياجات هذا الوطن وتلبي احتياجاته. شكرا لجميع العاملين في الهيئه العربيه للتصنيع ومع ذلك كل سنه وانتم بخير. معالي رئيس الوزراء بالنسبه للعمليه العلاقات المصريه السنغافوريه نتعاون مع بعض الوزارات والهيئات لان احنا عندنا كم انتاج غير عادي ومحتاجين ان يكون في تعاون من الوزارات لمزيد من الانتاج وتعميق الانتاج. امكانيات المتوفره في الهيئه العربيه للتصنيع امكانيات كبيره جدا مستوى العماله ومستوى الفنيين مرتفع جدا اتقان العمل وكل احتياجات الدوله النهارده اساسها ان احنا بندي الاولويه